Thank you يا Godfather، جام أصبح عليك في خطبة بالموضوع، بس كل شي انقطع السطر. خطبة شو؟ غفل مالك، غفل غفل على هادلي. طب استنوا غفلكن على شي حلو، غنيلكن مثلا، اختملكن البهدلة بغنية. بس بتعرفوا شو، كنت حاسة حالي عم بمرض والله، بس لما بهدلتكم طبط. حاسة صحتي رجعت لي. يا الله ليش هيك أنا شريرة؟ طالعك غني، معلش معلش، العالم بدها تنام ما بدها تكو. بس متنمرة أنا؟ لئيمة؟ إيه لا، عادي عادي، بتتحملوا انتو قبضايات. دغير الجو صار عندي هرمون السعادة. ايه مأزية أنا والله العظيم. لك والغريب إنه كل الرجال اللي بسب عليهم ما بتفوت معي وحدة بتآجر، غريب ليش هيك؟ تحبوا المشاكل؟ نحن نحب المشاكل؟ مو كتير، شوي شوي صغيرة. أنا بحب المشاكل، لا تعمم على كل البنات. لو حبيبك تور لبس له أحمر. إيه ما في، في ما ما في يعني سيران. البركة، أي بركة؟ البركة. أوكي أنا بلشت أفصل. لحالي بركة شو، سباحة؟ بدي فزعة. لا مكفية وموفية، بس يعني ما بعرف، البنات ما عم يحبوني مهما كان جمالها. تبحث عن سيد تخضع له. هلا حلو الرجل يقود بالعلاقة، يعني يكون هو كيف بدي اقولك شغلات معينة، انه حلو هو يستلمه، عرفت شو، بس انه خضوعه وإذلاله هيك ما بحب، ما حلو. يعني بمزاجي اوكي بعمل اي شي، بس لانه بده يجبرني بطل اعمل، عرفت شو، بمزاجي اوكي، بس لا اذا هو بده يقعد يخضعني وهيك لانه غصب عنك بدك تعملي، لا ما فيش تناحى، لا مو تناحى ابدا، انت شايفينها تناحى؟ لا 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 ما بمشي الحال. ما بتحب يكون لها هيبة؟ بلا، بس انه مو يجي يقلي هذا، يعني يجي هيك انه يهيني، ما بحب احترام غير اهانة. يعني محلاني ما احترمه، يعني اكيد بدي احترمه، بس كمان ما بده يحترمني. يعني في رجال مثلا بيضرب مرته قدام العالم، ببهدلها، بشرشحها قدام العالم، بيصغرها قدام العالم، تقولوا لي خضوع هذا شي حلو؟ شكرا يا سلطان. يمكن يجي عباله تعمرك تعمرك، معنات ما بيحبوك يا تيك توك، خليهم يحبوني إلي، خلص ببعتلك ياهم إذا حبوني إلي. لا ما بدي اتزوج من احد، بحب الهدوء والسلام، بس انتو هيك بتكون ما بعرف، انه مفكرين الرجولة انها تكسر لها راسها للوحدة. ليه؟ هي عزيزة ببيت اهلها، ليش بدك تجي تزلها؟ شكرا يا سلطان. Thank you ماهر. ده واحد مين هاي؟ حلقة أول شي لازم تكون مبنية على الاحترام. تزوجيني تعلمي مني، شو بدي أتعلم منك؟ تشوز أكيد بأوروبا أنتي. أكيد والله عمري ما ضربت وحدة، كفو، كتر خيرك على الشي الطبيعي يعني والبديهي.
في رجال بتشوف انه هذا حقها، انه لازم اضربها لبيها مثلا، يعني بركي طلع لي هيك واحد والله بدي اقضيها انا وياها ضرب، او دغري دغري بجيب له الشرطة.